السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقائكم من جديد متابعي قناة زهير المغير. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد الدجاج في الفرن مشوي في الفرن بواحد التتبيلة جد رائعة. تابعوا معايا أخواتي المقادير وطريقة التحضير. لا تنسوش إلا كنتو جداد تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد كل يوم. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهاد الدجاج غادي نحتاجو على بركة الله دجاجة من وزن 2.5 كيلو اللي كناخدوها كنغسلوها ونحتفظو بالقشر ديالها. أنا قطعتها لقطع. عندي معلقه متوسطه ديال الموطارد او الخردل. عندي زيت الزيتون هنايا خليط معلقه كبيره من خليط التوابل ديال الدجاج. سبق لي حضرت معكم التوابل ديال الدجاج اللي ما متوفرش عنده كيدير شويه ديال سكينجبير شويه ديال البزار خرقهم بلدي وتنديروا شويه ديال القعقله وبسيبيسه والثوم مغبره والزعفران شعره. هادو هما التوابل ديال الدجاج اللي حضرت انا هنايا. عندي شويه ديال الملحه. عندي معلقه ديال الهريسه متوسطه معلقه متوسطه ديال الهريسه. عندي سكينجبير طري غادي ناخذ واحد تقريبا ربع يعني واحد 2 سنتيم تقريبا ديال سكينجبير طري غادي نحكوه. عندنا كذلك 2 دروس ديال الثومه. عندي هنايا القليل من اعشاب بروفانس سبق لي حضرتها معكم. كيكون واحد الخليط اللي هو عباره على ورق الرند او ورق الغار مع شويه ديال الزعتر زعيطره ازير يعني شويه ديال الحباق لي استخاغون كيكون هادو يعني مجموعه ديال الاعشاب. وعندي هاد لسان كبي هادو كيتباعو جاهزين. هادوك لسان كبي فيهم البزار الابيض فيهم البزار الاحمر فيهم البزار الكحل وفيهم القزبر يابس. هادو كيتباعو جاهزين كتلقاوهم في لي غون سيرفاس ولا في المحلات التجاريه الكبرى. هادو هما المكونات اللي عندنا. ولا ما عندكمش هادو راه ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه كتعوضوهم بالقزبر يابس مطحون يعني ماشي بالضروري يكون عندكم هادوك لسان كبي. هادو هما المكونات اللي عندنا. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. هنا كما كتلاحظوا كناخذوا واحد الاناء كنوضعوا فيه ياغورت مسوس كنوضعوا الهريسه غادي نوضعوا معلقه متوسطه ديال الخردل اولا الموطارد. غادي نضيف القليل من الملح ما تكثروش لان الهريسه ولا الموطارد مالحين. كنضيفوا الثومه الا كانت عندكم ثومه غبره ممكن تضيفوها. غادي ندير واحد المعلقه من التوابل ديال الدجاج. كنضيف هادوك لسان كبير اللي عندي غادي نحك واحد شويه ديال سكينجبير قلنا قياس واحد 2 سنتيم. من بعد ما حكينا سكينجبير غادي نحكو ناخذ قشره ديال الحامضه تايا كنحكوها. من بعد ما ضفنا سكينجبير محكوك وضفنا قشره ديال الحامضه محكوكه كنعصرو واحد الحامضه. هنا كما كتلاحظوا معايا غادي نخلط هاد المكونات مع بعض مزيان وغادي نضيف ليها نتبل بها الدجاج. بسم الله صافي. هنا تنبداو ناخذوا القطع ديال الدجاج ديالنا وتنتبلوها بداك الخليط. كتلاحظوا انني ما ضفتش الاعشاب وما ضفتش زيت الزيتون ماشي دابا حتى كنبغي ندخلو للفران عاد كنضيف دوك الاعشاب وكنضيف زيت الزيتون. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما خلينا الدجاج يرتاح ضروري ما يرتاح في هذيك التتبيله اللي درنا ليه ويستحسن انكم ديروه مع الصباح وفي العشيه تشويه ولا يعني ديما قد ما تشرب الدجاج قد ما كيعطينا واحد النتيجه اللي هي مزيانه. هنا غادي ناخذ واحد لاطه مفرشه بابي سيلفوريزي كيف ما كتلاحظوا غادي نوضع فوق منها القطع ديال الدجاج اللي عندي. هنا كما كتلاحظوا استفنا القطع ديال الدجاج غادي نوضع فوق منهم هذيك التتبيله اللي شاطت. هنا كما كتلاحظوا وضعنا الدجاج اللي تبلنا غادي ناخذ هذوك الاعشاب اللي عندي وتنحكهم كيف ما هكا فوق من هذاك الدجاج. علاش ما تنديروش الاعشاب في الاول لانه ما تيبقاوش عاطين ديك النسمه ديالهم ماشي بحال اللي درناهم في الاخير. غادي نضيف زيت الزيتون يعني عندي هاد زيت الزيتون اللي كتكون هكا من السما ممكن اخواتي ديروا يعني زيت عاديه. غادي نلمط كيف ما كتلاحظوا غادي نلمط هاد الدجاج بهذه الطريقه. وغادي نوضعوا غادي نديروا دابا غادي ندخلوا الفران اللي تيكون مسخن على 250 درجه. كندخل ليه الدجاج على 200 درجه وكنخليه حتى كيطيب مزيان. ملي كنشوفو طاب كنزول البابي كندهن بشويه ديال الزبده وكنعصر عليه واحد ربع معلقه ديال الحامض يعني غير شويه ديال الحامض من الفوق وكنخليه يتحمر مزيان صافي. غنخرجوه ونقدموه بالصحه والراحه.
انا كما كتلاحظوا معايا اخواتي الدجاج ديالنا من بعد ما دخلنا الفران انا خدا لي تقريبا واحد ساعه وربع ديال المقانه على 200 درجه كنحل عليه من بعد ما كنعرفوا طاب يعني من بعد ما كيطيب تنزولوا عليه داك بابي سلفوريزي وكنخليه تيتحمر وتيتقرمش تيجي رائع جدا هاد الدجاج هذا لا هاد لاصوص هادي ديك لاصوص اللي شاطت ليا صفيتها ضفت ليها واحد الياغورت مسوس اولا كريمه اللي عنده الكريمه كيدير كريمه ديال الطبخ وتيخلي كيخلطهم فوق النار حتى وكان تيغلاو مزيان كيزيد ليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وتتقدموا هاد لاصوص مرافقه لهاد الدجاج هذا كتجي لذيذه بزاف هاد الدجاج تاو كيجي رائع ورائع جدا كنتمنى ان شاء الله انكم جربوه ونال اعجابكم الى عجبكم اخواتي بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد لكم مني اجمل تحيه لحلقه مقبله حول الله.